السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. تكلمنا بالأسابيع اللي فاتت عن أنظمة قواعد البيانات والأدفانتج والديزأدفانتج مالتها، وخذنا أنواع الريليشن شلون أسوي جوين بين أكثر من تيبل وأنواع المفاتيح. بعدين استخدمنا كمكان أسس بيه قاعدة البيانات، إنه اختاريت الوام سيرفر أو الإكزام سيرفر نفس الشيء، انه حتى ابني بيه قاعدة بيانات واقدر اسوي insert او update او delete data من نفس قاعدة البيانات، او عن طريق ال HTML page، او عن طريق ال PHP language. عندنا هواية طرق حتى اني اسوي ادخل بيانات، ابني قاعدة بيانات وادخل بيانات، وممكن انه اني بعدين اسوي عليها صيانة وتعديل والى اخره من الوظائف. اختارينا الوام سيرفر وعرفنا شلون نسوي شلون نفتح البرنامج. كنا نروح على الوام سيرفر ودبل كليك حتى يتفعل. بالاول يصير احمر السيرفر، وبعدين يحول الى برتقالي، وبعدين من يصير اخضر معناته انه السيرفر اكتيف. اوكي، ونفس الوقت اضغط عليه كليك، اروح على صفحة ال PHP My Admin. من ال PHP My Admin من عدها أني راح أقدر أبني قاعدة بيانات. هذه معلومات السيرفر، يطلب من عندك تدخل. طبعا السيرفر هو Local Host، اليوزر نيم هذا by default يأخذ root، والباسورد space أني already من نصبته منطيته، فأقول له go راح يحولني على الواجهة مالتي الوام سيرفر. من هنا قلنا من new أسوي قاعدة بيانات وأنطي اسم قاعدة البيانات اللي أنا أريدها. مثلا أسوي قاعدة بيانات student، okay. وأنطي التايب اللي يدعم أي حروف، يعني أنت من تدخل بيانات يدعم إنجليزي عربي حروف وأرقام ورموز. فأنا كنت أختار النوع اللي هو UTF-8 General CI وأقول له create. خلق قاعدة بيانات مثل ما تشوفوها، هذه اسمها student، نريد نخلي بها tables. أكيد قاعدة البيانات تحتوي على مجموعة من tables، وكل table يحتوي على مجموعة من field والrecord. فمن ناية هم ما تنطي table name، نفرض أنه عندي employee number of، تنطي من ناية number of column، مثلا أنا أريده 3 columns. كنا أول حقل نحجز الـ ID ونعوفه integer لأن هي عبارة عن أرقام، رح يعد تلقائي ونفعله، نقول له هذا الحقل نوع أخلي لي يا مفتاح رئيسي، أوكي، نقول له زيادة تلقائية، يعني الوحدة يعد تلقائي، واحد يعني يحجز واحد للطالب الأول، مثلا اثنين للطالب الثاني وهكذا. first name هذا الحقل الثاني، ونعطي نوع varchar إذا أتريد أرقام، تقول له integer varchar معناته أرقام وحروف وإلى آخره، عندك هذه التايب. وأنطي length لعدد الحروف، أي length من يمك، مثلا نقول address، وهمات الأدرس تحولها إلى varchar، وتنطي length وتقول له save، راح يحفظ هذا table قاعدة البيانات اللي اسمها student. صار عندنا table، هذه قاعدة البيانات student، هذا table employee داخله اللي هي هذا structure مالته 3 حقول. okay. تعلمنا 3 طرق للإضافة. حاليا table مثل ما تشوفونه فارغ، نقدر نضيف بيانات عن طريق ال SQL language. انقر على، اروح على الحقل مال SQL، اقول له عندنا هنا select معناته انه اني اعرض بيانات، insert اضافة بيانات، update انه اني استبدل مثلا معلومات موظف بموظف اخر، delete حذف وهكذا الى بقية ال، احنا راح نشتغل على اول 4 حاليا. هنا اقول له insert into the employee ال ID امسحه لانه اني اريده يضيفه، احنا سوينا auto increment يعيد تلقائي، يتزايد من 1 لحد ما لا نهاية، وينطي قيم من يمه، كل ما اضيف اني ريكورد جديد يضيف القيم من يمه. فدا اقول له ضيف insert into the table اللي اسمه employee
بالحقل اللي اسمه first name والادرس الفاليو اللي هي البيانات اللي راح اضيفها. اوكي البيانات مثلا first name اللي هي شنو راح اضيف، مثلا اضيف لي الاسم علي. انزين والادرس مثلا اقول له go، انضافت البيانات بصورة طبيعية. سأرجع على الحقل، أروح على employee، أشوف إنه الإنطاء ID واحد، first name علي، والأدرس مالته بصرة. هذه طريقة للإنسيرت عن طريق الـ SQL، إنه أنا أكتب الكودات. أوكي، وعندنا هنا طريقة ثانية للإنسيرت. هذا الـ ID أعوفه فارغ، هنا أنطي مثلا حماد value أحمد، وأنطي أي كلام. أوكي أي شيء، وأقول له go. راح يضيف هذه البيانات أيضا للتيبل اللي اسمه employee already two row two rows inserted، يعني إنه هذه الحقل ال هذه السطرين إنه already انضافوا. نروح نشيكهم إذا انضافوا أو لا، نروح على الإمبلوي نشوف إنه أنا صارت عندي مجموعة من الإنفورميشن انضافت. عندنا بعض طريقة هسه راح ناخذها، شرحنا عنها شوية بالمختبر، اللي هي عن طريق إنه أنا عندي واجهة HTML قبل لا نتحول على الواجهة مال HTML. خلي نشوف شنو عندنا بعض إعازات داخل ال SQL language، ونحول على انه الطريقة الثالثة بالإضافة البيانات. هذه تونا انه طرقنا لها. احنا هذا إعازة insert، insert واسم التيبل والvalues قلنا هي البيانات اللي راح تدخلها، اللي انا اريد احتفظ بنسخة بها داخل قاعدة البيانات. هنا delete from، همات احذف from اسم التيبل. إذا where قلنا إعازة where معناته إن أنا عندي condition، يعني إذا أقول له delete from table راح يحذف كل البيانات اللي داخل table إذا ما أنطيته شرط. فمن أقول له where معناته إنه أنا عندي فت condition معين، مثلا أقول له احذف لي from table ال employee where ال ID مالته ال ID يساوي واحد مثلا، أعطيه شرط. أو احذف لي الموظفين اللي اعمارهم فوق الخمسين سنة، انطي condition when employee the age مالتهم equal or greater or equal than 15 مثلا. فاني هنا معناته اني اريد انطي condition معين، ما اريد احذف كل البيانات. اوكي وهذه همات delete. هنا حددت اني بالوير، قلت له احذف لي from table اللي اسمه customer where ال customer name هذا حقل داخل ال table اللي اسمه customer، احذف لي فقط هذا الاسم حددته. اذا ما عندي ال ID مالته عندي الاسم حطيته، عندي اي معلومة تخصه اني اريد احذفها اخليها داخل الوير. يعني احدد وين مكان الحذف، يا رو يا كولوم بالضبط انطي. إذا ما أقول له where معناته إنه إذا أقول له delete from table كل الريكورد راح تنحذف. delete all the row in the table without deleting the table، التيبل راح يبقى ما راح يسوي له delete كstructure، لا فقط الانفورميشن. أوكي يعني الstructure يبقى، الاتريبيوتس يبقى، كل شيء يبقى، بس إنه كل البيانات اللي تمت إضافتها وأنت تعبان عليها راح تروح إذا ما انطيت شرط داخل الوير. select إعازة select، هنا select معناته إعازة عرض. إذا أقول له select star اسم الجدول معناته راح يعرض لك كل البيانات اللي موجودة بالجدول، مثلا name وال first name وال last name وال address وال phone للكل. من أقول له select star، star معناته كل، كل ما موجود بال table اللي اسمه customer حتى يعرض، حيعرضها كليتها. كم حقل بي table ال customer مثلا، بي خمسة، يعرض كل البيانات اللي موجودة بهذا الحقل، بهذه الحقول العفو اللي بالتيبل كوستمر. إذا أقدر همات أقدر داخل هذا الإعازة أستخدم وير مثلا، أنا ما أريد أعرضها كلها، أقول له أعرض لي فقط
مثلا first name وال last name from هذا table، أنطي اسم table where، أنطي شرط، ما أريد يعرض لي إياهم كلهم. أقول له مثلا عرض لي الاسم الأول والاسم الثاني من التيبل مال الموظفين عندما مثلا أسماءهم اللي تيجي بحرف الأي، مثلا اللي أعمارهم فوق الـ40، أي شرط أنت تريده، ما تريد يعرضها كلها، تدور على فد يعني تسوي فد سيرش على فد شغلة معينة، تعرض فد معلومة معينة. فإذا تقول له select all star معناته حيجيب كل الانفورميشن. اوكي، احنا هذه مجموعة من الاوبريشن تستخدمها داخل الكونديشن وير، اللي هي اول شيء الايكوال، وهذه اليساوي واللا يساوي، الجريتر ذان والليس ذان، اكبر او يساوي، اقل او يساوي، الى اخره. البتوين اذا عندك تو كونديشن ايضا ممكن ان تستخدمه. عندنا بعد عندنا عبارات داخل الوير، ممكن انه انا اذا عندي شرط، اذا مثل ما تذكرون بالبرمجة، اذا مثلا عندي اريد شرط يشيك لي بين قيمتين، اذا القيمة المدخلة اكبر من 1 واقل من 10، معناته عندي تو كونديشن، يعني تو رينج عندي، يعني اني حماتي هي اكبر من 1 بس لازم هي بنفس الوقت اقل من 10. فاذا اريد انه الشرطين يتحققون اخلي عبارة الاند. اوكي، الان معناته اريد هذا الشرط وهذا الشرط يتحقق، يلا تنفذ لي التعليمه او تضيف لي او تحذف او تعرض، لازم التو كونديشن يتحققون. الاور لا، اما هذا او هذا. اوكي، اما الشرط الاول اما تجيب لي الارقام اللي فوق الواحد او تجيب لي الارقام اللي جوا العشرة، يعني انه انت عادي ماكو مشكله، واحد من عندهم يتحقق. النوت بعد هذه الكومبلمنت، يعني انه العكس، انه انا اذا شلون احنا ماخذيها باللوجيك، اذا 1 يصير 0، يعني عكس الشرط بالضبط. اوكي، فاذا نجي نشوف الاعازات شلون راح نستخدمها، هذه اعرض لي الحقل الاول والحقل الثاني من الجدول اللي اسمه فلان، وير عندما شرط هذا او هذا او هذا، معناته لازم شنو، لازم الثري كونديشن يتحققون، يلا يروح يجيب المعلومات، لازم يتحقق كل ما موجود بالوير، لأنه أنا قلت الكونديشن الأول يتحقق والثاني والثالث الآن بمعنى هو. أوكي، فإذا تحققوا ثلاثتهم راح يروح يجيب البيانات اللي موجودة بالكولوم الأول والثاني حسب ما أنت تريد. الأور لا، عكسها، إنه أما يتحقق الكونديشن الأول أو الثاني أو الثالث، يعني مو ضروري إنه يتحققون ثلاثتهم، واحد من عندهم أوكي حتى يجيب لك البيانات ويعرضها. وهنا عندنا إعاز النوت، يعني انت ذا قايل أريد تعرض لي مثلا الموظفين أسماءهم اللي من جدول الموظفين اللي أعمارهم مثلا، أو الآي دي مالتهم، اللي الآي دي مالتهم اللي أكبر من 10، معناته راح يعرض كل ما موجود اللي أقل من 10، يعني عكس الكونديشن اللي انت مخليه بالضبط، النوت راح يعكسها. هنا ايضا عندك هذه select star، اعرض لي كل ما موجود بالتيبل اللي اسمه customer where، عدما الكونتري البلد هو المانيا and city برلين، وهكذا. هذه مجموعة من الاكزامبل شلون تستخدم الكويريز مال SQL، الكويريز اللي هي الاستعلام، اني يعني شلون استعلم عن اضافة او حذف او search أو update، أرد أسوي replace بالمعلومات، أرد أغير، مثلاً عندي موظف استقال، عندي موظف طلع تقاعد، أريد أغيره، أوكي؟ فهذه ممكن إن نستخدم إعاز الupdate. ممكن أني أستخدم الand والor والnot كليتهم سوية بنفس الstatement، عادي ماكو مشكلة. هنا من أقول له أعرض كل ما موجود بحقل الcustomer، where country Germany and هذا، والشرط اللي بين قوسين واحد منهم يتحقق، هذا يتحقق لازم، وهذا واحد من عندهم يتحقق، ماكو مشكلة لأنه بيناتهم إعاز الأور، فممكن إنه تستخدمهم ثلاثتهم أو اثنينهم
الـ and والـ or والـ not نفس الـ statement، عادي ماكو مشكلة. عندنا إعاز الـ ordered by، يعني هنا إذا نشوف إعاز الـ ordered اللي هو إنه أني الـ statement، كل الـ statement اللي موجودة بـ table customer راح أسوي لها sorted، راح أسوي لها ترتيب، يعني على الأبجدية maybe إذا طبيعة الحقل يستقبل varchar حروف، فإنه حصير ترتيب السورتد مالته عن طريق الحروف. إذا كان integer مو varchar لا راح يرتب لي إياها تصاعدي وتنازلي حسب الأرقام. أوكي، فهنا إذا أقول له اعرض كل ما موجود بالكوستمر ورتب لي إياها على أساس الكونتري، يعني راح يرتبها على أساس الدول، فالدولة اللي تبدأ بحرف الأي راح يخليها أول وحدة وبعدها الثانية والثالثة لحد ما يوصل إنه بترتيبها، راح يرتبها عن طريق البلد، والبلد راح يرتبها على شكل الحروف الأبجدية حياخذها من الأي إلى الزت. إعاز الأبديت معناته إنه أني شنو؟ معناته أني أوريدي عندي فد ريكورد قديم أريد أستبدله، أريد أسوي له موديفاي. اوكي، اشيل معلومه قديمه استبدلها بمعلومه جديده، replace نقدر نقول عليها. تمام، فهذه ايضا يقول اقول له update واخلي اسم التيبل، يعني انا حسوي تحديث عليها تيبل، اقول له set انطي الفاليو اللي انا اريدها، where اخلي الكونديشن اللي انا احتاجه. set معناته القيم الجديده راح انا استبدلها. اوكي، مثلا اقول له استبدل من حقل update from employee set، اخلي اسماء موظفين جدد بالعمود الاول، اقول له بالعمود الاول خلي لي هذا اسمه، بالعمود الثاني هذا عنوانه، عندما الاي دي مالته مثلا الموظف يساوي هلقد، او عندما استبدل لكل الموظفين اللي اعمارهم مثلا طلعوا تقاعد فوق الستين، اقول له وير انه الايج مال هذا الامبلوي greater than 60 وهكذا، انه هذه السيت معناته اني وين الفاليو الجديده راح اخليها باي اعمده، هذا اخلي اسم العمود هنا والقيمه اللي اريد استبدلها. اوكي، وهذا اسم التيبل والشرط اللي انت تريد تخليه بالوير مثل ما اتفقنا. هذا طبعا مجموعة example، هذا أنا نطتك الإعاز، قاعدة بيانات موجودة عندي بالحاسبة أني ومدخلة بيها information، مجرد أنه أنطي الـ statement يطلع لي output، فأنه تقدر أنت تبنيها عندك بالـ SQL بالـ PHP MyAdmin وش اسمه وتجرب هذه الإعازات مع الـ SQL كليتها. انزين شلون اخلق قاعدة بيانات؟ هسه اخذنا احنا مجموعة من الكويريز وكليتها نقدر نطبقها احنا داخل هذه الـ PHP MyAdmin، هذه نقول له go، كلها اقدر اكتبها هنا، هي already موجودة، انه انا بس انقر عليها واسوي تعديل على الفاليو اللي انا احتاجها، insert update كلها already مكتوبة. اوكي، يعني اذا انت ما حافظها هنا موجودة، بس إذا كان بالعملي، إذا بالنظري لا تحتاج إنه أنت تحفظ الإعاز شلون ترتيبه شلون ينكتب. أوكي، الترتيب كلش مهم، لأن أي خطأ يطلع لك إيرور ما يتنفذ. طبعا هذا البيج ممكن إنه أني أستدعيها مع الـ PHP MyAdmin عن طريق هذه كليك PHP MyAdmin، وتقدر تروح على المتصفح فقط تكتب local host أقول له /phpmyadmin enter راح يجيبها، وهذه القواعد البيانات اللي انت بانيها already سابقا. اوكي، فأما تكتب بالمتصفح direct أو تروح من هذه الطريقة انت مخير. فشون أخلق قاعدة بيانات بال MySQL using PHP script؟ راح نستخدم هنا بيئة الـ PHP، راح نستخدمها نشوف شلون راح أقدر أستخدمها، إنه أنا أقدر أضيف وأحذف عن طريق الـ PHP language. هنا نفس المتصفح نستخدمناه بالـ Notepad++،
نفسه نبرمج بيه. كنا سابقا برمجنا بيه ال HTML language من سوينا تصاميم ال page اللي نريد نسوي عن طريق نسوي insert للبيانات مثل هذه. مثل هذه الواجهة شلون احنا قدرنا نصممها. ما عندنا two input box وهذه input، كنت من ادخل information هنا وهنا وانطي رقم، بس اقول له submit تروح تنضاف البيانات. وين راح تنضاف؟ تروح تنضاف بال database. كل ما اضيف بيانات هنا اقول له submit تروح تنضاف قاعدة بيانات. اوكي شلون كنت اساوي؟ اول شي كنت اخلي معلومات السيرفر، شنو نوع السيرفر، الهوست شنو هو لوكال هوست. اوكي اليوزر نيم كان باي ديفولت هي روت. اوكي والباسورد هو هنا فارغ، يعني هو باي ديفولت انه روت وفارغ. اوكي بس هاي الفيرجن القديمة اني ما حاسبتي قبل لا احذف هذا الوام سيرفر، كان اليوزر نيم مالتي روت والباسورد اسمه باسورد، كنت مخليت له يوزر نيم وباسورد. حتى اني اشيك الكونكشن انه اني وصلت المعلومات السيرفر كنت اكتب هذا، معناته انه اني عرفت variables انها متغير، خليت بيه معلومات السيرفر واقول له اشيك الكونكشن. اذا الكونكشن بمشكلة انه اني ما قدرت اوصل معلومات هذا السيرفر، قول لي connection failed اطبع لي وجيب لي نوع الايرور، شنو المشكلة، وين المشكلة، حيجيب لك اياها بالضبط وين. اوكي هنا عرفت variable أقول له أخلق لي قاعدة بيانات اسمها admin، هاي عن طريق ال PHP. يعني ممكن أخلقها يدوي بال PHP my admin direct. okay. إذا ال connection ما بي مشكلة وقاعدة البيانات انخلقت، راح يقول لي database admin إنه انخلقت بنجاح. إذا لا صارت أكو فد مشكلة معينة، يقول لي إنه أكو فد error صار وتجيب لي نوع ال error، أني أروح أسوي له fix it. اوكي بعد ما يخلص يغلقه للسيستم. اوكي فهذه كنا شلون اني اسوي كونكشن ويا السيرفر اللي حشتغل عليه. كنت اجيب معلومات السيرفر واتشيك اذا اني وصلت لمعلومات السيرفر اوكي، ما قدرت اوصل لها يطلع لي ايرور ويقول لي وين الايرور، ميبي اني خطأت باسم السيرفر باليوزر نيم بالباسورد. اوكي هنا عشان اخلق table بالماي اس كيو ال، هنا هناك خلقنا يدوي. اوكي نفس الطريقة، اول شيء استدعي معلومات السيرفر، افتح تاج اقول له انه اخبر الاديتر اني دا اشتغل في اتش بي لانجويج، واجيب معلومات السيرفر هذه وقاعدة البيانات، اسم قاعدة البيانات اللي اني راح اخلق داخلها table. اوكي وأشيك الكونكشن، إذا الكونكشن فيلد أقول له طلع لي هذا المسج، هذا المسج كونكشن فيلد، ويجيب لي نوع الإيرور. أوكي بعدين إذا ما بيها مشكلة لا راح يروح شو يساوي، راح يروح يخلق تيبل، create table اسمه student، كم حقل بي؟ في واحد اسمه الاي دي الحقل الأول، الحقل الثاني الفيلد first name last name role number city، والبرايمري كي هو الاي دي. فكم حقل بي؟ معناته 1 2 3 4 5 حقول أنا عندي، 5 أعمدة. أوكي قلت للحقل الأول اللي هو الآي دي خلي لي مفتاح رئيسي، حتى إنه شنو عناصر هذا الحقل ما تتكرر، يحجز الرقم الأول للطالب الأول مثلا، الرقم الثاني للطالب الثاني، ما يصير إنه يصير بي دوبلكيت. الفيرست نيم انطيته نوع فارتشر الحقل، واللينث انطيته عدد الحروف ميبي 50، واللاست نيم ايضا، وهذا همات، والرول نمبر والسيتي ايضا كلها فارتشر، ممكن انه انت اذا تريد تغير هذا تسوي انتجر ماكو مشكله. بهاي الطريقه انا خلقت تيبل عن طريق البي اتش بي لانجويج. اوكي فاذا بعدين اتشيك اذا التيبل انخلق ما بي مشكله، كل التيبل از كرييت سكسسفولي، الس قول لي ايرور وجيب لي نوع الايرور وين المشكله. ميبي اني خطأت بالسبلينج، خطأت بمعلومات السيرفر، بالكونكشن، anywhere. فأخذنا قبل شوية طريقتين، قلنا لإضافة البيانات عن طريق
هذه البيئة مال بي اتش بي ماي ادمين، قلنا عن طريق الاس كيو ال وعن طريق هذه اللي هي كانت، اذا نشوف هذه كانت عن طريق الاس كيو ال وعن طريق الانسيرت. عندي تو واي حتى اني اضيف معلومات او احذف. هنا فقط إضافة، هنا إضافة وحذف وأبديت وكل شيء تقدر أنت تساوي داخل قاعدة البيانات اللي تريدها. الطريقة الثالثة اللي هي عن طريق ال HTML language، إنه أنا عندي صفحة HTML أرتب شغلي أكثر بهذه الطريقة. قبل شوية طلعناها إنه أنا عندي فد تيبل، عندي بيج معينة عن طريقها أنا مثل إنه أسوي صفحة لوج إن، مثلا من تفوت على الفيسبوك على اني ديسكتوب ابلكيشن، او مرات يطلب من عندك ريجستريشن، فانه تدخل يوزر نيم وباسورد، او مثلا استدعي مثلا عندي هذه الطريقه، عندي 4 انبوت بوكس وعندي بوتوم، من اضيف هاي المعلومات واقول له اد، تروح تنضاف قاعده بيانات بجدول داخل جدول بأربع أعمدة. العمود الأول يخلي بيه الاسم الأول، العمود الثاني يخلي بيه الاسم الثاني، والديبارتمنت والإيميل. أوكي، فهذه الطريقة عن طريق راح أسوي insert أو حذف أو delete عن طريق ال HTML language. حتى أني أصمم بالبداية أصمم الواجهة اللي راح أضيف من عندها، وهذه كليتنا تعلمنا شلون أصمم واجهة HTML. قلنا انه انا عندي 3 element حتى اصمم اي بيج بال HTML، احتاج اخبر الاديتور اني دا اشتغل باي لانجويج، وعندنا هذا الهيدر اللي هو العنوان اللي يظهر في يسار الصفحة اللي هو هنا فوق يظهر بالضبط، هنا يكون مكانه. اوكي، عندي اني داخلة انطي هيدر تايتل، العنوان شنو راح يظهر؟ هو يظهر هنا في يسار الصفحة داخل التايتل. البودي مال الصفحة هذا البودي كله، هذا البودي، هذا كله بودي مال الصفحة. شنو اكتب راح يظهر داخلها. فاني شنو سويت؟ سويت input box الاول اللي يقبل first name، وال input box الثاني اللي هو last name. اوكي، وهنا عندك department، وهنا الايميل، وهنا bottom. قلت لهم input text بس نوعها bottom، bottom، انه هي مو input box، هي هاي bottom. اوكي، تساوي سبميت تنقل البيانات، وانطيت الاسم هذا الفاليو، الاسم اللي يظهر على البوتوم اللي هو هذا الاسم اللي يظهر بالضبط، هذا البوتوم اللي هو السبميت، وهذه الاربعة انبوت بوكس. اضافة بسيطة راح اضيفها عسى نتطرق لها فد شوية، هذه انه انا شلون راح اربط معلومات السيرفر اللي راح اكتبها بالبي اتش بي زائد ال HTML حتى أني أسوي connection بيناتهم. يعني أني أجيب البيانات من ال HTML يروح يخزنها بالسيرفر، فلازم أستدعي هنا from method، أقول له استدعي دالة البوست الأكشن صفحة ال PHP اللي راح أبرمج بيها أني. أوكي، أجيب معلومات الصفحة ودالة البوست، هاي الدالة وظيفتها إنه تأخذ البيانات من هذه الحقول وتروح تضيفها وين؟ ضيفها بهاي البيج مال بي اتش بي اللي هي وين مربوطة اصلا؟ مربوطة بسيرفر. اوكي، فدالة البوست تاخذ الانفورميشن من الانبوت بوكس اللي موجودة بال HTML حتى تنقلها صفحة البي اتش بي. البي اتش بي شنو بيها؟ بيها هسه اذا نشوف بيها معلومات السيرفر هذه. اوكي، فهنا صممت اني بالبداية صفحة، إذا تشوفون هذه مثلا عندنا هذه الصفحة، صفحة HTML، من أسوي لها فايل، فايل save as، ما أنسى إنه أنا وين أسيفها؟ أسيفها أروح على C، وين موجود الوام سيرفر أنت من الصبح؟ على فولدر الوام، على فولدر اسمه www. وأخلي اسم الصفحة دوت، أنا يعني شنو هنا؟ هذه HTML، أنا يعني أصمم two page، واحدة HTML واحدة PHP، فهذه HTML أقول له اسم الصفحة دوت HTML وأقول له save، أنا يعني already مسيفتها.
راح يقول لي انه هي اوريدي موجوده. اذا اجي على صفحه هذه البي اتش بي ما في مشكله بالحاسبه، المهم هذه داله البوست اللي اني قبل شويه وين خليتها، هذه الميثود بوست خليت بيها صفحه اللوج ان 1 دوت بي اتش بي، قلت له هذه المعلومات اللي تجيبها من صفحه الاتش تي ام ال اخذها للصفحه مال بي اتش بي. فاذا نجي على صفحه البي اتش بي اسمها اذا ما تشوفون لوج ان 1 دوت بي اتش بي، ف عندي أنا هنا بهذا البيج تو حقلين فقط إيميل وباسورد اللي هي بالضبط أنا نفذتها قبل شوية، هذه وينها سوري، هذه إيميل وباسورد وعندي بوتوم سبمت. فأني أحتاج زيارة البوست تأخذ للقيمة اللي موجودة بالحقل الأول، تأخذ للقيمة اللي موجودة بالحقل الثاني، وين تحفظها؟ تحفظها بهذه المتغيرات. أوكي، وقلت له إذا معناته هاي نوت الامتي، يعني أني لا تخلي لي لا هذا الإيعاز، إذا معناته شنو؟ إنه أني لا تخلي لي أي حقل فارغ، معناته كل الحقول required. شايف من تملي معلومات صفحة تسجيل تسوي registration وتترك حقل فارغ ويقول لك هذا حقل required، فهذه بنفس اللحظة نفس الشيء أيضا، بس تعوف حقل فارغ وتقول له submit راح يقول لك هذا الحقل إنه مطلوب الدخل ببيانات. فهذه حتى انه اني اقول له all input box here required. بعدين جبت معلومات السيرفر، شنو نوع السيرفر واسمه والباسورد والقاعدة البيانات اللي راح احفظ بيها، من ادخل بيانات وين راح تروح؟ راح تروح لقاعدة البيانات اللي اسمها demo one. demo one موجودة هنا، المفروض اني خالقها already. اوكي، بعدين اتشيك الكونكشن انه انا قدرت اوصل لهذا السيرفر معلوماته، اذا اوكي ماكو مو اوكي يطلع لي يقول لي كونكشن ايرور ويجيب نوع الايرور. بعدين هذه الستيتمنت حتى اني انه اذا انت مسجل فد بايميل معين، مثلا شايف من تسجل بالفيسبوك ويقول لك هذا الايميل اوريدي انت مسجل بيه، فهذا تشيك الايميلز. اوكي، اذا دخلت ايميل ورجعت سجلت بيه مرة ثانية دخلت يقول لك هذا الإيميل already موجود إنه سجل بإيميل الأخ. أوكي، الستيتمنت اللي بعدها إنه لا راح أضيف بيانات، أقول له insert ضيف إلى الجدول اللي اسمه login، لازم داخل قاعة البيانات اللي اسمها ديمو أنا خالقة جدول اسمه login، هذا اللي هو شنو محتوياته؟ إيميل وباسورد فقط. أوكي، معلوماته انه هذا بي ايميل وباسورد، قلت له ضيف الى جدول اللي اسمه لوج ان ايميل وباسورد والفاليو انا عفتها فارغه هنا، خليت لي كويشن مارك. ليش؟ لان راح ادخل القيمه عن طريق هذه الاتش تي ام ال بيج، منها راح ادخلها ما اكتبها هنا بالفاليو. الفاليو معناته البيانات المدخله، هذه الكويشن مارك تنتظر انه انا ادخل بيانات عن طريق الاتش تي ام ال لانجويج. عندنا عبارة الـ prepare statement، هذه العبارة اللي هي شو تساوي؟ إنه تكرر، عبارة تكرار، إنه تكرر كل مرة تشيك الإيميل إذا أنت مسجل بيه أو لا. وبعدين شو تساوي؟ تساوي أيضا تكرر عبارة الـ insert، إنه كل مرة تضيف بيانات، يعني نضيف بيانات ونسوي submit ترجع تضيف بيانات، عبارة تكرار. فهنا كل مرة يتشيك الإيميل، أوكي؟ ويضيف بيانات ويحفظها store the result. okay. إذا الحقل هنا، إذا نيجي على هذه ال statement، بس قلنا ال prepare statement، ال prepare هي عبارة تكرار، تكرر إنه تفحص الإيميل وتعيد إنه كل مرة تدخل، يعني تعيد الكويري اللي أنت مستخدمه. أنت هنا الكويري شنو اللي مستخدمه؟ إضافة تضيف بيانات، فكل مرة تشيك الإيميل وتكرره. هاي عبارة الـ prepare statement. الـ bind param إنه أنا أحدد الـ bind param دا أحدد بيها نوع الحقول، يعني الـ ID email أنا أدخل بيانات فأخلي معناته هاي الـ S string، معناته نوع الحقل الأول مال ID email هو string، والـ password معناته إنه هو
integer. يعني عبارة البايند بارامتر تحدد نوع الحقل، شنو البيانات المدخلة، أوكي؟ بال HTML راح أحددها. فقلت له الحقل الأول اللي اسمه ID email خلي لي إياه شنو نوعه؟ string. string يعني يقبل حروف ورموز، أوكي؟ والحقل الثاني خلي لي إياه password. فقلت له I مختصر integer، أوكي؟ فال prepare statement هذه العبارة هي عبارة تكرار، وعبارة البايند بارامتر هي تحدد نوع البيانات المدخلة، أحدد نوعها. فإذا النمبر، النمبر هو شنو هذا النمبر؟ هو حيجيب لي عدد الرو، كم أنا حقل أنضاف عندي بالقاعدة البيانات. إذا أنت إذا إذا أنت ضايف بيانات داخل هذه الحقول، أوكي؟ إذا إذا الـ إذا الـ إذا النمبر يعني هذا هذه الحقول إذا فارغة تساوي صفر، يقول له روح شنو؟ كرر عبارة الانسيرت، روح ضيف بيانات وخلي نوع البيانات هذه الأول خليها string والثاني integer ونفذها، سوي لها execute للtwo statement مال prepare ومال bind parameter. قلنا الأولى حتى تكرر عبارة الانسيرت دام إنه الرو فارغ صفر، أوكي؟ ظل اقبل بيانات، دخل بيانات وحدد نوع البيانات ونفذها. يعني هاي الثلاث عبارات هي تكون مترابطة مع بعض، واحدة تكمل الثانية. إذا تحققت هذه الشروط اطبع لي إنه الـ employee added، إنه الموظف انضاف، هاي ايكو معناته إعازة طباعة بالـ PHP. طلع لي هذا المسج من كل ما أضيف موظف يقول لي الـ employee is added. هسه إذا نجربه، إحنا نروح أول شيء على قاعدة البيانات. شبيها قاعة البيانات اسمها ديمو، داخلها تيبل أنا خالقة تيبل اسمها login بحقلين، يعني أنا شلون أخزن بيانات ما تنخلق هي أوتوماتيكلي، أنا صممت ال HTML صممت الحقول مالتها، بس من أضيف بيانات وين راح تروح؟ أنا دا أقول له روح وديها لقاعدة البيانات اللي اسمها ديمو، روح ضيف معلومات للتيبل اللي اسمها login اللي الحقول مالته هذا وهذا. فأنت لازم already خالقهم بإيدك يدوي، تروح تسوي demo 1 وتسوي table، وداخل table تسوي عمودين email وpassword، هاي بإيدك تساويها، okay؟ فأنا already خلقتها. هسه من إذا شفتوا إنه هذه البيانات المدخلة، راح ندخل هسه فد معلومة جديدة حتى نشوفها يستقبلها أو لا. مثلا نضيف موظف جديد والباسورد مالته مثلا، اقول له سبمت. اذا ماكو مشكله ماكو مشكله، هسه قال لي الامبلوي ادد معناته الموظف انضاف، اروح اشيك صدق هذا الموظف انضاف او لا، اروح لقاعده البيانات اسوي ريفرش وادخل عليه تيبل، ادخل على التيبل اللي اسمه لوج ان 1، نشوف ليش ما انضاف. وين اني امبلوي امبلوي ادد لوج ان 1 على دوت بي اتش بي، أكون في مشكلة لحظة.